اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه اللي واهم وفاكر انه هزيمه ممكن تسمح له ينقض او يهد جمهور الاهلي بيقول له لا. جوله على السوشيال ميديا للصفحات الاهلاويه هتدركوا عظمه جمهور الاهلي فين؟ عظمه جمهور الاهلي في وعيه. ممكن يتضايق، يحزن، يعيط، يتوجع، انما ياخد لحظه يستوعب فيها اللي حصل وبسرعه تلاقيه انتفض للايجابيه. يسترد قيمه وتواصله. بدا يدرك دوره ايه طيب؟ اللي حصل حصل، واللي حصل اسبابه الناس المسؤوله هي المطلوب منها تصويب اللي حصل. والناس المسؤوله هي اللي بتتصدى لاسباب هذا الوضع. والناس المسؤولة هي اللي بتتحاسب وبتحاسب نفسها وبتحاسب كل الأطراف المعنية. إذن في ثقة إنه أحلامكم في أيدي أمينة. مشاعركم كأهلوية لدى مجلس يدرك كويس قوي إنه بيقود النادي بروح الفانيلا الحمراء. وأعتقد ما يتم على الأرض نحن في غنى عن استعراضه دلوقتي على الأقل. لكن ألاقي بمجرد ما الجمهور استوعب اللي حصل كنتيجة مباراة كورة هزيمة ثقيلة جدا، أداء لا يليق أبدا، كل ده حقيقة. بس شوفوا وعي الجمهور لما يدرك أنه المركب ما زالت في عرض البحر، وأنه الآخرون هم اللي بيسعوا لخرق هذا المركب، لإغراق السفينة ومن فيها. تشوفوا وعي الجمهور عبر صفحات السوشيال ميديا. طهرت الأحزان وبقيت الفكرة، والفكرة في أصل الانتماء لكيان الأهلي العظيم الذي دفع بالكثيرين من جماهيره العاشقة على صفحات السوشيال ميديا إلى تخطي مشاعر الصدمة والحزن بعد الخسارة العارضة للفريق أمام صن داونز الجنوب إفريقي، والتحول سريعا إلى الدعم بوعي يتميز به جمهور الأهلي. البداية من جروب مع الأهلي دائما وأبدا الذي طالب بالهدوء والدعم، شوية هدوء، أم الفين على الحلوة والمرة معاه ومعاك يا أهلي. على قلب رجل واحد تتناغم المشاعر، فتنشر صفحة صدى الأهلي صورة للفانيلا الحمراء تحت عنوان في الشدة أنا برضو في صفه، أنا ليه درع الأمان. تخترق حالات الانفعال داخل الجروبات المزيد من الأصوات الداعمة، فيكتب جروب أهلاوي وأفتخر في الفوز أزداد بك فخرا، وفي الهزيمة أزداد لك عشقا. من لم يشجع الأهلي وقت الانكسار لا يستحق أن يشجعه وقت الانتصار، معاك يا أهلي. يوافقه جروب أولاد التتش اللي بيشجع الأهلي علشان بيكسب يشجع فريق تاني، معاك يا أهلي. يعلو صوت الأهلاوية، أزعل منك إزاي وإنت سبب 90% من لحظات الفرحة والفخر اللي عشتهم في حياتي. يتناغم معه جروب افتخر أنت أهلاوي، لن تتمكن مني الأحزان، معاك يا أهلي لنهاية المشوار. الصوت الأكثر تفاؤلا يأتي من جروب معالي رفعة الأهلي على الحلوة والمرة معاه، إن شاء الله هنفوز في ماتش العودة. يرد عليه منتدى الأهلاوي الواعي أيوة نقدر. فيأتي دعم أكبر من جروب نادي القيم والمبادئ، خليكوا فاكرين إن الأهلي أحرز في سيمبا 5 أهداف في 35 دقيقة، فلما لا. التحفيز ولم الشمل يأتي من جروب عائلة الأهلي، ليست نهاية الكون، على الجماهير الوقوف إلى جانب اللاعبين ودعمهم. فتكتب الفنانة ندى بسيوني على تويتر وكأنها قرأت وتعقب الدعم كل الدعم للاعب الأهلي خلال الفترة القادمة، ليست نهاية العالم. أما جروب عين على الأهلي فكتب محفزا الدقيقة 28 كان الأهلي كسبان سيمبا 5-0، الدقيقة 68 كان الأهلي كسبان النجم الساحلي 6-1، الأهلي يقدر. فأتى الرد سريعا من الناقد الرياضي محمد الأوصي، كرة القدم لا تعرف المستحيل، فعلها برشلونة أمام باريس سان جيرمان، وفعلها غيره، المستحيل ليس أهلاويا.
من زاوية مختلفة يكتب الصحفي الكبير حامد عز الدين باستفاضة عن حالة الإرهاق التي تمكنت من لاعب الفريق وكونها أحد أهم أسباب الخسارة العارضة، ثم يختم: عظمة الأهلي لا تقلل منها الخسارة من سان داونز. البرازيل خسرت على ملعبها أمام ألمانيا في كأس العالم بالبرازيل بسباعية نظيفة. على تويتر يظهر ساحر محمد أبو تريكة ليكتب كلمات ذات شجون: أشتاق إلى الأهلي كل يوم، لكن اليوم أشد اشتياقا. نحن نحب ونعشق النادي لأنه في مثل هذه المواقف الصعبة يستطيع النهوض منها بكل بساطة وأكثر قوة. الأهلي مدرسة نتعلم منها كل يوم. يظهر أيضا الفنان الأهلاوي نبيل الحلفاوي مخاطبا الجماهير الحمراء: أدعو جمهور الأهلي العظيم إلى التأمل في معنى الكلمة التي تربطه بناديه العظيم المشجع. متى يكون الفريق في أمس الحاجة إلى التشجيع؟ هل في أوقات تألق وانتصار أم في لحظة تراجع وانكسار؟ مطلوب عودة الروح للفريق ولن يعيدها سواكم. أما الكوالين الذي علق على المباراة فكتب: أصعب مباراة في تاريخي، ولكن تعودت دائما أن أقول الحمد لله على كل شيء. نصل في ختام جولتنا إلى رسالة ذات مغزى بعث بها المحلل الكروي خالد بيومي: سان داونز أحرز 5 أهداف في 90 دقيقة، هل من الصعب أن يحرز الأهلي 5 أهداف في 90 دقيقة؟ علمتني الحياة والأيام والتاريخ أنه لا مستحيل في كرة القدم. الأهلي أكثر شيء يحتاج حاليا جماهيره فقط لا غير. المستحيل ليس أهلاويا، ومعاك يا أهلي. طيب، كلام جميل جدا، والجماهير بتظهر وعي هائل وقت الشدة. وفي اللحظة اللي أنا بكلمك فيها وقبليها وانت جاي كنت بتقول لي ان في بعض من الشباب عامل فيديو واللي عامل كلام، ها، لكن صحيح. كله في إطار ان الدعم والثقة، الدعم والثقة مع الواقعية. ومش بيضغطوا بقى، ودي نقطة مهمة أستاذ إبراهيم، مش بيضغطوا على الفريق لازم تجيب 6 جوان، انما ابذل جهدك، خلينا يعني نسقف لك. ايوه، خلينا نعرف انك عملت اللي عليك. التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. زي ما قلنا، ممكن مؤكد لا، ممكن مؤكد لا، طبعا، لكن كل ممكن يمكن ان يكون مؤكدا عندما يحدث، بس عندما تسعى اليه كمان. بالزبط. اسعى، وريني انك بتسعى، وريني انك انت لا، الموضوع ده مضايقك اكتر مني. ايوه، وعايز تحط كل واحد في مكانه. ايوه، انا مبسوط من هذا الوعي الهائل الذي الحقيقه بيترجمه كلمه الاهلي مش عظيم عشان بيكسب، ده بيكسب عشان عظيم، ترجمه حرفيه. جماهير الاهلي بترجم هذا المعنى ترجمة حرفية، هي دلوقتي بتلجأ لعظمة الأهلي مش لقدرته الفنية بس، عايزين نلجأ لعظمة الأهلي. وعظمة الأهلي جزء منها عظمة جماهيره، أو جزء أهم منها جماهيره، بس مش معنى كده إن إحنا برضو في ناس بتمن بهذا الحب على ناديها. لا، الجمهور محدش يمن على الاهلي بشيء. الجمهور ايوه، الجمهور هو الاهلي، من غير جمهور في حاجه اسمها اهلي؟ لا طب. طيب، هل الاهلي ما بيسعاش بكامل الطاقه على انه يسعد جماهيره؟ ما حدش اسعد جمهوره قد الاهلي. ايوه، وهي دي المشكله. انت عارف ليه الجرايد، طب ما هو ما عملوهاش مع انديه تانية، خسرت بنفس الهزائم واكتر، لانه عارفين ان دي ما بتحصلش في تاريخ الاهلي. ده الاستثناء. لا، وعارفين ان الاهلي لما تقول له الكلام ده هتضايقه جدا، لانه مش ما شافش الكلام ده، ما اتعودش عليه. ودي ازمتنا احنا كاهلاويه، نتائجك وعظمتك وهيبتك وتاريخك بتخليك ما تقبلش هذا الكلام ولا ربعه ولا نصه. فانت مضغوط عليك من الناحيه دي، بيك مضغوط عليك، بيك أيوة. بتاريخك، ايوه، بكيانك، بعظمتك، بشموخك، صحيح. ف
فأنا مبسوط قوي قوي من إحساس الجماهير بدورها، وبإذن الله مع بعض نعمل حاجة حلوة.